استيقظ رجاء. ثانتس، رجاء تحسن. لا تخف على الفتى، لأن سيث قد أتى ويمكنه إنقاذ حياة ولدكما. رجاء يا سيد سيث، سنفعل كل ما تريد. يمكنني أن أشفي ابنكما بهذا، لكن في المقابل سيأتي مساعدي في يوم من الأيام من أجله، وعليه أن يخدمهما دون تحفظ. اتفقنا؟ أجل. على ما يطلبه أتباعي عندما يأتون من أجله. الهواء، أرض، نار، الماء، تتأقلم ذاكرة العضلات مع الممارسة المتكررة، وسيسمح لك بأداء هذا العمل بشكل غريزي. ما الذي يشتت انتباهك في هذه الأيام أموس دراغون؟ اليوم الذكرى السنوية لوفاة والدي، وذلك على يد غيلان رات كاب. ثم ماتت أمي أيضا، لذلك أشعر بالوحدة نوعا ما. شكرا أموس لتذكيري بأهمية تاريخ اليوم. لقد تعلمت أن قوة المشاعر القوية يمكن أن تكون ساحقة، ويمكن أن تؤثر على قراراتنا للخير أو الشر. يتم استخدام قناع نصفي للتوازن. واو، ابق متيقظا في يوم الذكرى هذا يا أموس دراغون. سأحاول سارتيجن، سأحاول. أين تختبئ يا أمس دراغون؟ أين هو ملاذ الشجعان هذا؟ بلاكسون، شكرا جزيلا على مجيئك. لا أظن أنه كان لدي خيار. بكل سرور يا سيدي. منذ فترة كانت هناك قطع تم وضعها، والتي ستمنحك فرصة أخرى لهزيمة أمس دراغون واستعادة أقنعة قوتك. ستنضم إلى دولنيا وغيلان الريد كاب الذين ينتظرونك. دولنيا تعرف ما العمل، ولكن لا داعي لشكر بلاكسون. الآن اذهب ولا تخيب ظني مجددا. متأكد من أنك لا تريدني أن أتي معك؟ لا، لا بأس لوليا، أريدكم يا رفاق البقاء في الملاذ في حالة ظهور قناع نصفي للتوازن. إلى جانب ذلك أحب الذهاب إلى المقبرة بمفردي مثلما أفعل كل سنة. قضاء الوقت مع والديك مهم، حتى لو رحل والداك مثلنا تماما. على الأقل كان لديكم أباء وأسر. عندما فقست كان لدي حيوانات برية تحاول أكلي، حتى علمت أنني أستطيع تحويلهم إلى حجر، وهذا أمر يفيدني، علي الاعتراف. بالطبع، أعرف أنه من الصعب أن تختفي العائلة. أنا محظوظة لأن أختي معي. كم هذا حزين. لا يمكنني أن أتخيل ألا تكون هناك عائلة. أنا ممتنة جدا لأن لدي ما لا يقل عن 50 أخا وأختا وأكثر من 200 من الأنسباء. اشتقت لمجموعتي. حسنا، كان هذا ممتعا وحزينا أيضا. يا رفاق، ها
علينا أن نجد طريقة لنبهج آموس حين يعود. ساث الكريم والمساعد أرسلنا من أجل ابنكما. حان الوقت ليدفع دينها. يا بني المسكين. سمعتها، أين ابنك؟ ليس لدينا اليوم بأكمله. إنه هناك، هو يحضر بعض الحليب. واو. لقد شفيت وكبرت للغاية. ثانتس عزيزي، هل تذكر حين كنت مريضا؟ أجل، حان الوقت، عليك الذهاب معهما وتنفيذ كل ما يطلبانه منك. لا أريد هذا. أنت مجبر، ديننا لساث يجب أن ندفعه. ليس لدينا اليوم بأكمله، هيا بسرعة. لا تتكلم مع الأطفال بهذه الطريقة، شاهد وتعلم بلاكسون. حسنا حسنا يا صغير، لا تقلق أبدا، بمجرد أن تفعل ما نقوله يمكنك أن تعود إلى عائلتك. وعد. حسنا. إلى أين نذهب الآن ولماذا؟ ولكن هذا لا يشبه مدافن التنانين. ولكن هذا جيد، لو كان كذلك لتحولنا إلى رماد، صحيح؟ لا شكرا، ولكن أنا أفضل أن أزرع النباتات. سأعود حين تصبح الشمس في منتصف الطريق نحو الأفق. شكرا ميلستروم، ولكن تعال وأحضرني إذا ظهر القناع نصفي للتوازن. لك هذا. مرحبا أمي. مرحبا أبي. اشتقت إليكما. سيدنا اللطيف ساف يريدك أن تقاتل من يشير إليه بلاكسون، وبعدها سيكون كل شيء بخير. حسنا. يشير؟ كيف أفعل هذا؟ لا فكرة لدي. إنه آموس داراغون، عملاقنا يمكنه التسلل إلى آموس لوحده، ويمكنه إحضار الأقنعة لي أنا. مذهل، وأنت لا تعتمر قبعة التفكير خاصتك. في أي وقت يا بلاكسون؟ هذا صحيح، آموس هو خصمك، والآن أعد لي أقنعة القوة خاصتي، وتذكر كلما أسرعت في هزيمته كلما أسرعت في العودة إلى منزل أهلك. حسنا. أترين؟ أنا أعرف كيف أتكلم مع الأطفال. ربما لأنك طفل مثلهم. الأمور كانت بخير، الكثير من المغامرات مع أصدقائي، لا أحببت ما هم فعلا. آسف آموس، أنا علي أن هذا صحيح، سيتوقف فقط حين تعطيه أقنعة القوة خاصتي. أنا آسف أيضا، أيا كنت. إنه مصنوع من الشمع، لا يمكن تدميره. أنا ثانتس. ها؟ ها؟ ها؟
حسناً، هذا لا يجري كما خططنا له. لمن تعود هذه الخطة العبقرية؟ أوبس، أنا آسف يا سيث الكبير. سيدي أيها القوي جداً. الأرض. إنه فعلا لا يدمر. خطة رائعة يا سيث. ثانتوس، أمسك به الآن. عليك أن تعطيني أقنعتك. النار. أوتش. لما لا تستسلم؟ أريد أن أعود إلى البيت، إلى أهلي. يمكن أن تكون قوة المشاعر القوية ساحقة، ويمكن أن تؤثر على قراراتنا للخير أو الشر. أستطيع أن أرى أنك مستاء، لكن هذا لا يعني أن عليك أن تفعل شيئا تعرف أنه سيء. يمكنك الاختيار، خيار سيجعل والديك فخورين. أنا ما زلت آمل أن يفخر والداي بي. لا أعرف، قال والدي إنه علي أن أفعل ما يقوله لي هؤلاء الناس. متأكد من أن والديك لا يريدانك أن تؤذي أحدا، يجب أن تسألهما. لا تستمع إليه، إنه يحاول خداعك. انتظر، قف. الأمور لا تسير كما خططنا لها. بلا مزاح، الآن آموس يهرب. هيا بسرعة أو سيضيع في الغابة. ابتعدي عن الطريق أيتها الأبقار. أبي، أمي، لقد قلقت بشأنكما. لا أريد التقاتل معك ثاناتوس. ولا أنا أريد هذا، ولكنني مجبر. إنه الثمن الذي سندفعه مقابل مساعدة سيث. سيث؟ كان ثاناتوس على وشك الموت، واستخدم سيث قواه ليشفيه. حتى إنه يهتم للغاية بنا. قلت سيث سيد الحسد والخيانة. يهتم؟ لا لا، خدعكما لكي ينال مني. لا، لقد قال إنه سيعود لو رفضنا ما تأمرنا به قواه. ربما قد يأخذ منا ثاناتوس إلى الأبد. ليس لو خدعناه نحن. واو، أعطيني ملابسك واحضري كل الشمال الذي لديك. أنا لدي خطة. سيدتي، يجب أن يأتي ابنك معي ويعود إلى المعركة. الصفقة ما زالت قائمة، وبسبب قوة الهائلة فقط تم إنقاذ حياته. أوه يا سيد سيث، لقد وعدت أن تعالج ابننا، لكنه لا يزال مريضا. إن شمعه يذوب. إذا منذ أن انتهكت الصفقة يمكن له البقاء معنا، نحن والداه المحبان. أنا لا أفهم، لقد تذكر وعدك المهم. أم أن الأقوياء مثلك لا يفون بوعودهم؟ أنا ماذا؟ حسنا، سوف أعفيه من صفقتنا. أوه يا سيث الكبير، نحن خلف آموس داراغون الذي الذي ساعد العملاق بالهرب. لقد فشلت بهذا العمل البسيط. ولكنني لم أفعل حقا أي شيء. على الأقل أنت تعترف، لكنني سأدعك تفدي نفسك. ثاناتوس يحمل القناع النصفي للكمال، هذا هو سبب قوته. اضطررت إلى إطلاق سراحه من صفقتنا، لذا يجب أن تطالب بالقناع النصفي قبل أن يفعل آموس داراغون. علينا أن نعود إلى منزل ثاناتوس.
شكرا لك آموس. من دواعي سروري ثانتوس، نحن ندين لك بجزيل الشكر. ها آموس داراغون، إن تنكرك كسيدة لن يجعلك تختبئ مني، وسأحصل على قناع ثانتوس النصفي حالما أهزمك أنت. ثانتوس ابتعد عن الطريق، سأهتم ببلاك سان. اترك ثانتوس وشأنه يا بلاك سان. لن يبتعد الفتى كثيرا قبل أن أهزمه. لا يكفي لعبا وتسلية الآن، حان الوقت لتدمير المنزل. لا أظن أن الأمور تجري كما يجب أيضا. استسلم يا آموس، اليوم أنت لوحدك بلا أصدقاء للمساعدة، وأنا سوف أنتصر. هل أنت متأكد من هذا يا بلاك سان؟ ها إنها حيلة بسيطة. ها 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 لا ضعني أرضا. لا لا هذا لم يجري بالتأكيد كما خططنا له. لم أبكر كثيرا صحيح؟ في الوقت المناسب ميلستروم. آسف لأننا دمرنا المنزل، أنا أود أن أدعوك وأهلك إلى ملاذ الشجعان، هناك الحكماء يتعاملوا مع قناعك النصفي. كان آموس داراغون متنكرا. أجل يا ساث الكبير، وجدته في منزل المزرعة في ملابس سيدة. ولكن كيف؟ ماذا لو؟ هذا غير ممكن. حسنا، بغض النظر لقد فشلت في هزيمة آموس مرة أخرى، وخسرت القناع النصفي للتوازن. أشعر بخيبة أمل كبيرة جدا. أوف. وأيضا بلاك سان، أوبس، أنت من عليه الرحيل وليس أنا. خدعة إنسان بالطبع، أنا أفقد لمسات الرائعة. آسف لأنك خسرت والديك آموس. لا بأس بذلك، أنا أتخطى الأمر شيئا فشيئا بمساعدة أصدقائي، والحكماء سيساعدونك أيضا. سارتيغان، هل يمكن أن يبقى ثانتوس وأهله في الملاذ؟ ليسوا بأمان في منزلهم. لقد كانوا شجعانا جدا في مساعدتك، وسيكون مرحبا به في المكان هنا. سوف يعجبك المكان هنا، نحن عائلة واحدة كبيرة سعيدة. مفاجأة. ثانتوس، ما هذا؟ لا يوجد شيء مثل لم شمل الأسرة لإثارة أعجاب الناس، ونظراً لأن كل شخص في الملاذ هو العائلة، وجدنا أنه علينا أن نحتفل لأن لدينا بعضنا البعض. أنت محقة. صحيح.
لقد علمنا أنك مشتاق لعائلتك، لذلك أحضرنا عائلاتنا لنبهجك. يبدو أنه علينا أن نضيف البذور إلى لائحة الطعام. لم أره منذ فترة، كنت منشغلا بالعمل في ملاذ الشجعان. يا أيها الغاضبون، أيها الأوصياء الرائعون في سجون تارتارس، تحلوا بالصبر ولكن لفترة أطول قليلا. لا تتعب نفسك معنا، لا تتعب نفسك. بحر من القوة الكبرى لا يتعب. أبحث عن كنز مخبأ في منطقتكم، هناك حيث تتدفق الحمم البركانية تحت الجسر. تعال. كم هذا جميل. سأكافئكم بسخاء إذا أمكنكم إحضاره لي دون لمسه. الهواء، الماء، أحسنت صنعاً يا بيورف، لكن كن حذراً لأن قوى الطرد المركزي يمكنها. أحسنت يا بيورف. حسناً، فهمت الأمر الآن. هيا يا بيورف، كيف راحة؟ استجمع قواك لمسابقة القوى السنوية في بولول. لا تنسى أنك تمثل ملاذ الشجعان في النهاية. يسهل عليك القول. تعلمين تعبت كثيراً لأنني قطعت ووضبت الحطب من أجل الشتاء البارحة طوال اليوم. هل تؤلف الأعذار يا بيورف؟ لا، ولكن هذا صحيح. بيورف اعترف، أنت لا تحاول حتى. أخبرتك أنا متعب بسبب تقطيع الحطب. أعذار وأعذار، لا ترغب في أن تبدو ضعيفاً في الألعاب. ضعيفاً؟ أنت حساس لو ظهرت بشكل ضعيف. سأريك الضعف. واو. هذه رمية مطرقة حقيقية. أحسنت. ربما، ولكنني أذيت خنصري. ولكنها كانت رمية مثالية. هذا مبهر. أترى يا أموس، بينما تحتاج إلى التحكم في عواطفك لإتقان قوة أقنعتك، فإن بيورف عكس ذلك. عواطفه هي مفتاح قوته الكبيرة. كنت متعبا من قبل، ولكنني الآن مرهق بالكامل. عندما تستنفد المشاعر القوية يسود الهدوء والسكينة. إذا تمكنت من تدريب بيورف لإيجاد قوته فسوف يقوم بعمل جيد للغاية. حظا موفقا في الألعاب يا بيورف، اجعل الملاذ فخورا. صحيح، سأجعل الملاذ فخورا. أبلا، وطنك به أكبر محصول عنب، أنا أحبه، إنها أرض المئة كرم. وأنا أيضا. لذيذ. اترك لي القليل يا سيدتي. لم يكن عليكم لمسه. هذا غير طبيعي، علينا أن نتحقق من الأمر. ما
اندمجتنا القوى العليا معا لدي مثل هذا الصداع. لا يمكننا اجتياز هذه البوابة، لذا يجب أن تكمل صفقتك وبسرعة. يجب أن نعود إلى العمل ونحرس الأسرة في أعماق المستوى الثاني من الهاوية. صبرا، قبل أن تتمكنوا من العودة يجب أن أجد الوصفة الصحيحة لتحريركم من القناع النصفي للكراهية. الكراهية قناع نصفي للتوازن، علينا أن نكتشف المزيد. يعجبني كيف يحافظ بيورف على قوته. انظرا لعابه يسيل، كم هذا ظريف. يمكنك أن تري الأمر هكذا. وصفتك لا تنفع. لا تنفع. تكون صداقات جديدة بلاكسون؟ اهدئي، أنت تؤثرين على تركيزي. حسناً، أظن أنك لا تريد أن تسمع ما قاله جواسيس عن آموس داراغون. آموس كان سجيناً في تارتاروس، ولكنه خدعنا وهرب. وهرب الوحيد الذي تمكن من ذلك. أين هو؟ حسناً، إن كنتم تريدون معرفة هذا أين كنتم، إنه في طريقه إلى بولول الآن. بولول، ونحن سوف نعيده الآن. إلى بولول. أقبض على أرجع آموس إلى تارتاروس. آموس في خطر، يجب أن أحذره. تويا أنت الأسرع، اذهبي بسرعة، حذري آموس في بولول، سنلحق بك. آي آي آي، سأبذل ما بوسعي. كنت على وشك الحصول على القناع النصفي للكراهية من الغاضبين، ولكن بعد ذلك وصلت وحطمت كل شيء. القناع النصفي للكراهية، لهذا السبب تلك السيدات كنا غاضبات بما يكفي لكسر الحاجز أمام العالم السفلي. إذا اتبعنا تعليماتي فسيكون القناع النصفي بحوزتي وسيسعد سيدنا ساث كثيرا، ولكن بسببك أنت. حسنا، لومني لو أرد، لكنني أعرف كيف يمكنك الحصول على أقنعة آموس للقوة والقناع النصفي للكراهية. كيف؟ قل الكلمة السرية. رجاء. أنت يا بلاكسون جبار قوي، كل ما علينا فعله هو أن نجلس وننتظر عودتهن بينما يأخذنا آموس داراغون إلى السجن في الهاوية. يمكنك الحصول على القناع النصفي للكراهية، والأفضل من ذلك أنه لن يمضي وقت طويل وهو سجين في تارتاروس حتى يضعف آموس، ويمكنك بسهولة أن تأخذ أقنعة القوة الخاصة به. حقا، سيكون ساث فخورا إذا نجحت خطتي. صحيح، بالطبع هي خطتك. لقد نجحت، لقد فزت، كم أنا عبقري. هناك فعلا رجال أقوياء في المكان. ستبدأ الآن المسابقة من أجل رماية المطرقة. تبدو المسابقة صعبة. متأكد من أنك ستبلي حسنا. 65 امتداد. الغاضبون قادمون. أطلق بلاكسون سراح الغاضبين، لديهم قناع نصفي وهم في طريقهم لاسترجاعك إلى تارتاروس. ماذا؟ أنا لا أريد العودة إلى هناك، اسمهم الغاضبون لسبب وجيه. إنهم قادمون بالفعل، لقد سبقتهم في الطريق إلى هنا مع كل الدخان والنار، يصعب عدم رؤيتهم. أتمنى لو أن كتاب القطرومي معي لكان أخبرنا كيف يمكننا هزيمتهم. عذرا،
هل نسي أحد ما من أين أنا أو ما شابه؟ أنا هو خنجر بال المصنوع في العالم السفلي الناري. حسناً، ربما ليس بعمق تارترس، ولكن مهلا، العالم السفلي هو نفسه في كل مكان، وأعرف بشأن ميجيرا تسيفني وأليكتو. و؟ الغاضبون هم حراس في تارترس، الأبراج المحصنة النارية في العالم السفلي، حيث يتم أسر الخارقين والجبابرة. يا للهول، يبدو مكانا سعيدا. ليس كذلك، ثق بي. إن كانوا يحرسون الخارقين والجبابرة فهذا يعني أنهم أقوياء. الغاضبون يعملون منذ 1000 عام طوال الوقت، وإلا لا يمكن قهرهم وهم خالدون. هل أخبرتنا كيف سنهزمهم؟ لا أدري. حسنا، كان هذا مفيدا. أسف. الحاقدون والغاضبون، مع أسماء كهذه يبدو أنهم يغضبون كثيرا. عندما تستنفد المشاعر القوية يسود الهدوء والسلام. هاي، أعرف طريقة لهزم الغاضبين والحفاظ على قوة بيار. ألا يفترض بهم أن يكونوا لا يقهرون؟ لا تقلق، سنجعلك تغضب للغاية، ثم فقط وجه غضبك إليه. انظروا هناك. متأكد من هذه الخطة يا آموس؟ اتبع فقط غرائز دبك ووجه نحوي. يا لها من مسابقة، لا يمكن لآموس أن يختبئ منا. يختبئ؟ حركة جريئة، جريئة بالفعل. هاي، انظري، هذا الغاضبون. أوبس، أنا آسف، إنذار كاذب. النصر مجددا. لأنك غششت مجددا. غششت؟ أنا؟ أنت تهينينني. سأتساهل معك هذه المرة. أمل أن يأتي الغاضبون بآموس. لقد سئمت من هزيمتك. ميور فبرومانسون، أنت التالي في رماية المطرقة. حسناً آموس، لنفعل هذا. مهلاً، لحظة بيور. علينا أن نعطيك حافزاً. حسناً. تخيل ماذا سيحدث لو سخرت من خنصرك الذي أذيته. هيا، تعرف كيف على الدببة أن يهتموا جيداً بصحتهم، لأنهم ضعفاء للغاية في النهاية. ماذا؟ ضعفاء؟ مرحبا أليكتو، تستيفاني، ماتشيرا. لنمسك به. آموس، اسمع بيورف، أيمكنك أن ترمي المطرقة؟ سأريك ماذا يفعل خنصري. أجل. 59 امتدادا. جيد، أحسنت يا بيورف، واصل. عذرا، علي أن أستعير هذا. لك هذا. إنهم يخدعوننا. لنمسك بآموس. آموس، لا تفقد تركيزك بيورف، ظننت أن الدببة قوية على ما أفترض. قوية؟ سأريك القوة. أجل، أحسنت بيورف. 78 امتدادا. أجل. جيد جدا. هاي بيورف، أنت تبلي حسنا، لنحاول أن نرمي هذا الجذع. أجل، لا يمكنهم هزيمتنا أبدا. رجاء لا تجعلني أكون مهذبا. تفضل. أجل. 42 امتدادا.
إن أردتن المساعدة بيورف سيفعل، ولكن أنتن تعرفن كما أن الدببة ضعيفة. دب ضعيف، دب ضعيف، ضعيف. ابتعدوا عن طريقي. لا يسامو جددان. سبع وتسعون امتدادا. علينا أن نحضر آموس. آموس. حسنا يا بيورف، مرة أخرى، ماذا ستفعل لو قلت لك إن الجرذان أقوى من الدبابة؟ الجرذان؟ هل أنت مجنون؟ الدبابة ضعيفة؟ ماذا؟ أنا آسف جداً، ليس هذه المرة. أحسنت يا بيورف، أحسنت. 78 امتداداً. هذا مذهل حقاً. أحسنت يا بيورف، ترى سنحصل على القناع النصفي؟ بويا سكك ركبويا. أجل. أمتريوم معكم. إغلاق. تعبت للغاية ولست غاضبة أبدا. سعيد لسماع ذلك، وبدون القناع النصفي متأكد أنك ستشعرين بالبهجة. أو أجل. بيورف بلا مزاح، لقد كنت مذهلا. تهانينا يا بيورف برومانسن، لقد سجلت أرقاما قياسية، أنت بطلنا. لم تنجع خطتك. إذن الآن أصبحت خطتي. لا مزيد من الانتظار، علينا أن نذهب إلى بولول ونستعيد أقنعتي. هذه النزهة لطيفة، هل تناولنا الشاي؟ بيورف المسكين كان متعبا من المنافسة لدرجة أنه لم ينهي غداءه. مثل شبلي دب النازل. ماذا لو نعيدكن على التنين إلى الممر إلى تارترس؟ رحلة على التنين إلى الديار، هذا رائع، سيكون هذا ممتعا. ممتع خاصة من دون القناع النصفي للكراهية. شكرا لك آموس. آموس إنه فعلا فتى طيب ولطيف جدا. ميلستروم، لندع بيورف ينام، يستحق الراحة. حسنا، هيا بنا. بلاكسون، شكرا على القناع النصفي ولأنك جعلتني أتعرف على أصدقاء جدد. أصدقاء. حسنا، يا لها من خطة. الغاضبون أصدقاء. أنا أكره هذا اليوم، أكره هذا اليوم. وداعا. وداعا. من خلال فهم مشاعر بيورف القوية كنت قادرا على استخدامها لصالحك، وعندما تتقن مشاعرك يا أموس ستصبح بطلا يستحق الأسطورة.
نحن فخورون بتقديم كأس ألعاب بولو لهذا العام إلى بطل وفائز. سجل أرقاما قياسية وفاز على الغاضبين، صديقنا بيورف برومانسون. Ha 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 ha!